حاج ناصر، السلام عليكم. اهلا بحضرتك، اتفضل. ايوه دكتور، ازيك دكتور؟ الله يخليك، اتفضل. اول حاجه برحب بيك وبالساده الحضور معاك والساده المشاهدين، و تاني حاجه بحيي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على انشاء الهيئه الكبيره دي اللي موجوده في كل العالم، ونرجو ان تعمل تشتغل زي كل العالم. حضرتك تخصصك ايه الاول يا حاج ناصر؟ تصدير حاصلات زراعيه. تصدير حاصلات زراعيه فريش. يعني حضرتك صاحب محطه تصدير حاصلات فريش؟ ايوه. يعني موالح، فراوله، رمان، مش كده؟ كل ما يتعلق بالحاصلات الزراعيه. نعم. فحضرتك سلامه الغذاء في العالم كله مفروض تتابع المنتج من بدايته لغايه ما يوصل للمستهلك. نعم. مفروض تراقب المنتج لما يجي من بره، اي منتجات تيجي من بره المفروض تدق عليها الفحص وتراقبها كويس عشان دي جايه من بره. نعم. المفروض هي المنتجات اللي بتتصنع تصنيع تصنيع غذائي المفروض تراقب عليها كويس، لكن هم سابوا كل حاجه واتجهوا للحاصلات الزراعيه بالذات وشدوا عليها، لان هي الجهه الوحيده اللي يعني منظمه والجهه الوحيده اللي ماشيه بمستندات ودفاتر وشركات وحاجات رسميه، فاتجهوا ليها وسابوا كل حاجه. يعني دلوقتي جاي يهتم يعني لمؤاخذة بالدورات المياه، بالجوانتيات، بغطاء الراس. طب اذا المفروض انت كسلامه الغذاء تتبع المنتج نفسه، الغذاء نفسه اللي هو عم بتصدر او بينزل للسوق المحلي. يا حاج ناصر بعد اذن حضرتك، انا قلت ان انا ساكون محل هيئه سلامه الغذاء ايضا في رد بعض الاشياء. هيئه سلامه الغذاء يحق لها ان تشرف على حتى العامل اللي بيعبي البرتقانه او بيحطها في كسه او عنقود العنب او الرمانه. لازم يبقى غاسل ايده كويس، متعقم كويس، بيستخدم الهيجين ده مهم جدا جدا. الامن الوقائي ده مهم جدا في محطات التصدير. اي شركه حاصلات زراعيه تهتم بمنتج انه يوصل كويس، فلازم تهتم بالعامل بتاعها. طيب انا اكيد شوف، اكيد رجل هيئه سلامه الغذاء وعلى راسهم الاستاذ الدكتور حسين منصور يعرف دوره الحقيقي. انا عاوز اعرف حضرتك كصاحب محطه، ما هي الأضرار الحقيقية التي وقعت عليك بعد إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء؟ عندك حالات تقول إنك أنت تضررت منها؟ شكاوى حقيقية منها؟ في حاجة مهمة جدا اللي هي رفع الرسوم. من ساعة ما جت سلامة الغذاء من 2019 رفعت الرسوم 100 ضعف. كنا بندفع 30 قرش على الطن، أصبحنا ندفع 2 جنيه ونص على الطن. فاصبحت الرسوم مرتفعه جدا وتكاليف زياده على الصادرات، مع ان الحكومه كلها بتدعم الصادرات وفي لينا الدعم بيجي من التجاره الخارجيه للصادرات. اصبحت سلامه الغذاء رفعت الرسوم، طلبنا كذا مره بتخفيض الرسوم وعودتها الى ما قبل 2019، مع الاسف ما فيش استجابه. دي من ضمن الحالات اللي ايه اللي يعني اثرت على المصدرين كلهم. طيب اصلها هيئه قوميه ووطنيه، هل الرسوم دي بتاخدها تضربها في جيبها وبتوزعها على موظفيها، ولا عندها صندوق بيوجه لرفع الياتها وتجويد شغلها؟ هيئه ما عندهاش لسه عربيات، ما الياتها بتدخلش على التصدير. ممكن ترفع الياتك على الاستيراد ماشي، اما ترفع الياتك على التصدير ما ينفعش ترفع الياتك على التصدير. حضرتك التصدير مدعم من الحكومه كلها، فالمفروض ترفع الاليات دي على الاستيراد. يا حاج ناصر معلش انا اكون دقيق معاك شويه بعد اذنك. رجل هيئه سلامه الغذاء لما بيدخل عندك المصنع انت بيتعامل معاك ازاي؟ هل بيكون دوره بالفعل فيما يعني متسق مع اللائحه بتاعته مع دوره الحقيقي، ولا في تجاوز، ولا احنا برضو حنبليين في التعامل مع ما جايز ده دوره؟ بصراحه والامانه انه بالنسبه للحصات الزراعيه المحطات موظف الهيئه يعتبر نفس الموظفين كلهم نفس موظفين الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. يعني هو تدابهم من الهيئه العامه للرقابه على الصادرات وجابوا سياده الغذاء، فهم كانوا بيتعاملوا بنفس اللائحه بتاعت الهيئه العامه للرقابه على الصادرات بالنسبه للموالح. لغايه الان ما كانش في اي مشكله، يعني عطلت الشغل بنسبه واحده بصراحه. هي المشكله زي ما قلنا هو الرسوم، ارتفاع الرسوم. اما كموالح، اما بالنسبه للبصل كان في اعتراضات على الشكاير، اعتراضات على المنتج، عايزين كل حبايه زي الثانيه. ده حصل في البصل. اما لانه المنتجات الموالح هي بتنزل اساسا متحجمه ومقاسها واحد، مفيش عنده اعتراض عليها. الموالح بتيجي كرتونه موحده ووزن موحد، مفيش هيتعرض عليها.
فبالنسبه للموالح مفيش اعتراض، كان المشكله كلها في البصل عشان الشكائر مختلفه الاوزان والاحجام، البصل مختلفه الاوزان. ماشي يا حاج ناصر، انا بشكرك يا حاج ناصر.